Treu, hein? بيستخدموا هدول الدبابات للانتاجات. في كثير ناس اجوا صوروا بالاردن على انها فرضا بمدينه معينه اسمها مدينه مادبا، مدينه قديمه، بيوت قديمه، على انها اليونان. في ناس صوروا بوادي رم على انه مارس، المريخ. في ناس صوروا بالازرق على انها لانه الازرق فيها مسطحات مائيه كثيره، على انها شرق اسيا. يعني كل المواقع هذه بتلاقيها بمكان واحد مختلف، يعني كثير صعب انك تلاقي هذه التضاريس المختلفه بنفس المكان. ومش فقط هيك، مسهل لك انك تستخدمها ومسهل لك انك تصور فيها.